وقولنا الشيء يمكن أن يسلب عن نفسه. هذه من القواعد الأساسية اللي مرجع الاجتماع النقيض. الإنسان يمكن أن لا يكون إنسانا؟ الإنسان يمكن أن لا يكون إنسان. عجب من النقيضين لأنه هم إنسان أو ليس بإنسان. أيضا مرجع الاجتماع النقيض. والواحد ليس نصف الاثنين. شوف هذا الذي قلنا بأن الزوجية لازم ذاتي للأربعة، هذا لازم ذاتي عقلي لا ينفك. الواحد نصف الاثنين، الله يقدر يخلي الواحد مو نصف الاثنين وما يصير؟ يمكن أو لا يمكن؟ أخافون الجماعة يجاوبوا، يمكن أو لا يمكن؟ هم اثنين هم الواحد مو نصف. التفتوا جيدا عندما نقول لا يمكن، التفتوا جيدا لا يروح ذهنك الى انه اكو قصور في قدرة القادر، لا 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 لا، اكو عجز في قابلية القابل. ها انا هنا عادة اضرب هذا المثال وقربه الى ذهن الاخوة. اقول انت الان خذ لك قطعة من الحجر ارميها، كم متر ترميها؟ ها كم متر ترميها قطعة الحجر؟ 20 متر. هسه جنابك هاي الورقة ارميليا متر؟ ولان انت ابو اللي ترمي الحجر 20 متر، هاي ترميها متر؟ ها اذا عندما نقول الله مو قادر لا يروح ذهنك يعني اذا كان واحد اكو اي شيء يركب. اجتماع النقيضين مو قضية شرطية، لان عقلي يجي يقول اذا تبدل العقل يقول اجتماع النقيضين ممكن. كتبته. فلهذا ورد في كلمات الامام امير المؤمنين هذا الـ هذا الـ هذا الجواب. جاءه ذاك الانسان لعله من اليهود، قال له ايستطيع ربك ان يجعل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها؟ شوف السؤال هو سؤال عالم. ها قيد الدنيا بالكبر وقيد البيضة ماذا؟ بالصغر. والا لو ما مقيد الله قادر ان يصغر الدنيا، يصغرها يصغرها يصير بقد البيضة، وقادر على ان يكبر فزقيها تصير اكبر ماذا من الدنيا. قادر لو مو قادر؟ بس لا، عالم السائل قال الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها ايستطيع؟ انظروا الى جواب الامام، قال ويلك ان الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول لا يكون. يعني اللي انت تستفترض غير معقول غير ممكن الوقوع، فلا يكون مشمولا للقدرة الإلهية. مو اذا تبدل عقلي يصير مشمول، واذا الله غير هذا الله يصير قادر، لا 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 ابدا، هذا ذاتي. واضح؟ اذا خلوا ذهنكم جيدا يمي، خلوا ذهنكم جيدا يمي بانه بعض الامور في نفسها ليست لها القابلية ماذا أن تحدث. هو هسه ليش روحك تشرق وتغرب منا ومنا؟ الله يستطيع أن يخلق موجود مثله أو لا يستطيع؟ مثله مثلها مثلها، يعني إذا قديم هذا مثل قديم يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لما لأنه بمجرد أن يخلقه قديم وحادث هو فلا يكون مثله، لا مثل أريد من الأزل مويا، وإذا من الأزل ويا بعد مخلوق أو ليس بمخلوق؟ ليس بمخلوق. إذا هم مخلوق هم مثلك لا يستمع. لماذا؟ لأن القابل لا توجد فيه قابلية أن يكون أزليا حتى يكون مشمولا للقدرة الإلهية. ومن هنا قالوا أن مثل هذه الأمور خارج عن القدرة الإلهية تخصصا لا تخصيصا، خارج ماذا؟ موضوعا. إن الله على كل شيء قدير. وتلك الممتنعات شيء أو ليست بشيء؟ ليست بشيء، فلا تكون مشمولا للقدرة.